فخامة رئيس وزراء الجمهورية مصر العربية مصطفى مدبولي والوزراء والممثلين عن الوكالات الأنباء والسيدات والسادة وزملائي، فإنني سأبدأ بأن أعبر عن فخري واعتزازي وشكري لحكومة مصر لاستضافة هذا الحدث العالمي وأن تقدم كل الدعم الكبير لنا. فإنه في خلال ساعات سيفتتح رسميا هذا المنتدى الحضري العالمي، وبه كثير من الممثلين العالميين المحليين والعالميين والأكاديميين والممثلين عن المجتمعات المدنية، لنبحث كيف يمكن الإجراءات المحلية لمواجهة التحديات الحضرية. فإننا لابد أن نشكل مستقبل مدننا ومجتمعاتنا سويا. فإن هذه الجلسة لها معنى خاص، حيث أن هذا المنتدى يقام في القاهرة، بلد التاريخ، وأيضا بها قوة الماضي والحاضر والمستقبل. فإنه بالتأكيد هي عودة مرة أخرى للمنتدى إلى أفريقيا لأول مرة منذ أول منتدى في نيروبي في عام 2002. فهناك التطور ومناقشة التطورات الحضرية، فإن هذا هو الحدث للأمم المتحدة لمناقشة ميثاق المستقبل الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2024. فإن المنتدى الحضري العالمي هو بالتأكيد تحالف كبير للتحول، وإن هذه رؤيتنا. فلابد أن نتغلب على مشاكل الإسكان وأن يكون هناك وإيجاد حلول للتحديات التي نواجهها مثل الفقر والصراعات. وبالتأكيد يحتاج إلى تعاون كبيرا بين أصحاب المصلحة المتعددين، وبالتالي لابد أن ننخرط جميعا في دفع وتطبيق خطة التنمية الحضرية المستدامة. فأن المنتدى الحضري العالمي قد بدأ منذ 20 عاما حسب قرار من الجمعية للأمم المتحدة، حيث يكون مكانا للتفاعل وللتفاعل مع أصحاب المصلحة. أود أن أشارك معكم أهمية الوف أو المنتدى الحضري العالمي، فهو أكبر منتدى لكل العصور. فإن لدينا مشاركين من أكثر من 37 ألف شخص سجل للحضور لأكثر من 170 دولة. لدينا عروض من 74 من هذه العروض من أفريقيا و 6% من أمريكا و 11% و 3% من آسيا. وأيضا لدينا قطاعات، فهناك عروض من 21% من الأكاديميين و 36 من رجال الحكومة، وأيضا 12% نسبة من القطاع الخاص ومؤسسات القطاع الخاص، وأيضا 7% من المؤسسات الدولية و 7% من المجتمعات المحلية و 2% من الإعلام. لدينا حوالي 407 متحدث من 37 يتحدثون في 37 جلسة عامة في هذه في هذا المنتدى، ولدينا حوالي 200 من المتحدثين الرجال والنساء، ولدينا 72% من الوزراء و51 من نواب الوزراء، وأيضا من 84 دولة من المجتمعات المحلية. هذه هي الأرقام التي وصلتنا إلى الآن. ما هو الفريق الذي عمل في المنتدى؟ أن الفريق الذي عمل في المنتدى قد بدأ من المحليات، حيث أن المحليات هي البداية، حيث تكون إجراءات محلية من أجل مدن ومجتمعات محلية مستدامة ولتحقيق الهدف أهداف الإنمائية، وأيضا أن نجمع بين المبادرات المحلية لمواجهة التحديات للمشاكل الحضرية المستدامة، مشاكل المناخ والصراعات والفقر. وأنه في قلب الوف الثاني عشر، فأنه هناك هدف أن يكون هناك توطين لهذه الأهداف الإنمائية ولتطبيقها بالأجندة المدن الجديدة، وأن يكون هناك التزام من الدول الأعضاء
في إكوادور أن بعد الثلاثة مؤتمرات التي حدثت في 2016 وأن هذه الأجندة هي تضع الإسكان في قلبها وفي أقل من خمس سنوات في حتى 2030 فهي آخر مرحلة لتطبيق الأهداف الإلمانية فإنه أكثر من نصفها قد وصلت إلى القرب من أهدافها ولكن هناك حوالي الثلث من هذه الأهداف الذي يمشي أو يسير بطريقة معاكسة ولذلك فلا بد من التحالفات والشراكات لتحقيق الأهداف الإنمائية ولتحقيق الأجندة المدن الجديدة ولذلك فإن هناك تطورات كثيرة وهناك أحداث أكثر من 600 حدث ومن المناقشات وأيضا لمناقشة السياسات والإجراءات وهناك ستة حوارات عن القضايا المتعلقة بالإسكان وإن كل حوار من هذا يسمح بالتبادل ومناقشة التحديات والفرص لتوطين هذه الأهداف الإنمائية وهناك أيضا اجتماعات الدائرة المستديرة التي ينضم إليها كثير من الخبراء عن قضايا الحضارية وأيضا هناك الدائرة المستديرة الوزارية التي سمحت لكثير من أصحاب المصلحة أن يناقشون كيفية الوصول إلى تحقيق أجندة المدن الجديدة وتحقيق أجندة 2030 ولذلك فإنه لابد أن أقول أن هناك لابد من تطلعات للمستقبل وهناك جلسات عن التمويل للتنمية الحضرية المستدامة وأيضا وأيضا التقرير عن المدن الحضارية سنطلقه في هذا الحدث ويمكن أن نقول أن ووف 12 قد حقق العدد الكبير من الإنجازات في عصره ونحن نفخر بأن نقول أن هناك مساواة بين النوعين في المتحدثين فإن هذا المنتدى أيضا لديه سمعة طيبة في العالم حيث أنه المكان للشركاء أن يتبادلون الحديث فلدينا أكثر من 600 حدث من الشركاء فإن هذه الأحداث هي عبارة عن التشبيك وعن الأصوات من المدن والمكتبة الحضرية وأيضا هناك أحداث خاصة بالتدريب فإن الوف 12 هو في الأسبوع الحضري في القاهرة ولذلك فهو محلي ولكن له آمال عالمية وقد اخترنا أن نأتي إلى مصر لأن نتحدث مع حكومة مصر ونتحدث مع المحليين هنا وخلال الأسبوع الحضري المصري فإن الأسبوع الحضري المصري أو بالقاهرة ولا كثير من الفرص للتبادل وناقشنا كثير من القضايا الخاصة بالتراث وبالمدن فإن هذا دائما نتحدث دائما عن هذه القضايا حين نتحدث عن المدن وأن القاهرة ومصر بالتأكيد تدعونا إلى ننظر إلى الثقافة والتراث وأن نعمل في المدن في الحفاظ على الثقافة وعلى التراث وهي تعود بنا مرة أخرى إلى الجوانب الاقتصادية والتنمية الاجتماعية فإن ووف 12 أيضا يؤكد على قضايا الاستدامة وأن نهتم كثير بقضايا إعادة التدوير واستخدام البلاستيك وأيضا الشمولية فإننا بالتأكيد نهتم بهذه القضايا وأن نوفر الإقامة لكل المشاركين وأن كان هناك تنظيم للفنادق التي يمكن أن يبقى بها جميع المشاركين وأن كل الجلسات هي الآن متاحة بتسجيل وأيضا بترجمة فورية للست لغات للأمم المتحدة وتسمح بالجلسات الحوار وجلسات المؤتمر الصحفي وجلسات الدوائر المستديرة فإن الوف 12 بالتأكيد سيكون له تأثير وأن هذا العام سيكون هناك ثلاث وثائق سنصدرها وهي ثلاث وثائق مهمة جدا لتحقيق أهداف الوف 12 وأود أن أنهي وأن أؤكد على أهمية دوركم دور الإعلام في تواصل ورفع نشر الوعي وأيضا لنشر جميع أهدافنا للعامة نشكر كثيرا جزيلا حكومة مصر وأيضا لكل من شارك في تنظيم هذا الحدث العظيم